بالرائد الرسمي قبل يومين يتواصل الجدل بخصوص القانون الجديد المتعلق بالشيكات وبعض أحكام المجلة التجارية ومدى استجابته لانتظارات مختلف الأطراف المعنية وتسهيله للمعاملات التجارية والاقتصادية عموما. أحلام الجاسمي. قانون جديد خاص بالشيكات أوضح إيجابياته أستاذ الاقتصاد معز السوسي، داعيا إلى ضرورة تعصير العمليات البنكية وتسهيل الحصول على حسابات بنكية أو بريدية لكل مواطن مع احتساب تكاليف معقولة للعمليات المالية ودعم الإدماج المالي. حد من العدد الكبير لجرائم الشيك بدون رصيد، مواكبة التطور على مستوى وسائل الدفع الحديثة والتكنولوجيا الرقمية. هذا القانون يفرض حتمية التأكد الحيني لوجود رصيد كافي لمبلغ الصك، وهو أمر جيد. هذا يرجعنا إلى المفهوم الحقيقي للصك، وهو وسيلة دفع حينية وغير مؤجلة. ولكن هل هذا يعني أن كل عملية تأكد تؤدي إلى تجميد الرصيد لصالح المستفيد؟ هذا مشكل قد يطرح. كذلك اليوم هناك صيغة مستعملة للشيك كوسيلة ضمان، هذه الصيغة سوف تنتفي، ولذلك يجب التفكير في آلية جديدة لتعويض صك الضمان، وهذا ينجم يؤدي إلى ضرر على مستوى الحركة الاقتصادية. ثم الشيكات اللي لا يكتب عليها هوية المستفيد ولا تاريخ السحب ولا مجال لتداولها بعد هذا القانون، الشيك سوف لن يمكن من السحب نقدا، وهذا يطرح إشكال في حالة عدم امتلاك المستفيد لحساب بنكي. لابد من التفكير في تعصير العمليات البنكية. من جهته ثمن الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص بعض ما جاء به هذا القانون الجديد، مبينا نقائصه بخصوص عديد الوضعيات في انتظار صدور النصوص الترتيبية ودخول هذا القانون حيز التطبيق. من المكاسب رفع الدعوى وليت من المستفيد، وليت فما مراحل للتقاضي وللصلح، فما المهلة اللي جات للمؤسسات الصغرى المتوسطة 3 سنوات، مع ممكن مطلب تمديد زيد عام آخر. حاجة أخرى الإيجابية المنصة الإلكترونية، قانون فيه العديد من النقائص، عاد ثم سقوط مؤجلة الدفع واللي نحن نعتبره الصك وسيلة دفع حينية، ويرجع الوظيفة الأصلية باش يتنجم المؤسسات ترجع تتمول من المؤسسة البنكية. حاجة أخرى عدم ربط المعاملات التجارية بالفواتير وبتصريح الجبائي، باش نقضيه على الاقتصاد الموازي. حاجة أخرى ما يخذهاش بعين الاعتبار القانون هذا المؤسسات التي أفلست والمؤسسات اللي ما تنجمش اصلا تنخرط في الوضعيه هذه. حاجه اخرى تحجير السفر. ويبقى الهدف من هذا القانون تحسين المعاملات بالشيك وتعزيز حمايه الحقوق الماليه للدائن والحفاظ على حريه المدين ودعم المعاملات التجاريه والاقتصاديه عموما. اعلن الامين